ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. وانت كمان يا نانا وحشتينا قوي. النهارده يا اولاد انا هعرفكم على نفسي، اسمي نانا لوزه. نانا لوزه؟ اسمك حلو قوي يا نانا. انا هكون معاكم كل يوم، هحكي لكم حكايه على قناتنا واو تيم. واو تيم، واو تيم. تعالوا معايا نتعرف على منهج اللغه العربيه تواصل للصف الاول الابتدائي. هنتعرف فيه على حاجه اسمها قصه مشتركه. القصة المشتركة دي اسمها هيا نتعلم يا جدي. هيا نتعلم يا جدي؟ أيوة يا عاطف، هعرفك فيها على حاجة اسمها الكلمات الشائعة. الكلمات شائعة. إيه؟ الشائعة. الشائعة؟ أيوة، الكلمات دي إحنا بنشوفها في حياتنا. اسمها إيه الكلمات دي؟ إيه لنا؟ أمي. أمي. أبي. أبي. أنا. أنا. قال. قال. قالت. قالت. هحكي لكم حكاية مريم اللي كبرت ووصلت لست سنوات واكتسبت مهارة جديدة واستطاعت أن تتعلم أشياء لم تكن تعرفها. شكلها حلوة أوي يا نانا. أوي أوي، تعالوا نحكي ونشوف هنكتسب إيه معاها. اسمي مريم وعمري 6 سنوات، وأخي يوسف عمره 9 سنوات. كم كان عمر مريم؟ 6 يا نانا، 6. برافو يا عاطف. وانت يا مرمر كان كم أخ لمريم؟ 1 يا نانا. تعالوا نشوف يوسف كان هيعمل ايه مع اخته مريم. ايه نانا ايه؟ هنشوف يا عاطف، اصبر عليا. ماشي نانا قولي. كان يوسف دائما يساعد امي وابي في اشياء عديدة بالبيت، كشراء الاكل من المتجر القريب والاعتناء باشجار الحديقة. كنت دائما افكر في ان اتعلم اشياء اساعد بها امي وابي في البيت ايضا. حد يعرف مريم كانت بتفكر في ايه؟ تبقى زي يوسف اخوها نانا. برافو عليكم. وفي يوم من الايام رأيت يوسف وهو يركب دراجته بسرعة ومهارة. وانا كمان يا نانا عندي دراجة زي يوسف. هنشوف انت هتعمل ايه بالدراجة. بركبها وانا شاطر. شاطر يا عاطف. وهو ذاهب الى المتجر ليشتري طلبات البيت شعرت بالحزن، فأنا أيضا أريد أن أساعد أمي وأبي. أنا بساعد مامتي وبابايا برضه. كلنا يا ولاد لازم نساعد مامتنا وبابانا. عشان أنا شاطر ومؤدب. قلت لماذا أنت حزينة يا حبيبتي؟ هي كمان حزينة؟ أيوة، مريم كانت حزينة أوي يا ولاد. ليه يا منى ليه؟ شوفوا هتقول إيه. لأنني أريد أن أساعدك في البيت لكنني لا أعرف كيف. قالت أمي إن كنت تريدين أن تعرفي شيئا فالحل هو أن تتعلميه يا مريم. هي ما بتعرفش. لا مش عارفة. عشان كده عايزة تتعلم. أيوة أنا بعرف. أنت بتعرف كل حاجة يا عاطف، أنت أيوة شاطر. أيوة أنا شاطر. وأنت يا مرمر. أيوة يا نانا أنا شاطرة. برافو عليكم يا حبايبي. قالت أمي هل تريدين أن تتعلمي ركوب الدراجة ولتساعدين في شراء لوازم البيت؟ قلت نعم. قالت أمي إذا هيا نتعلم. قالت يا نانا أنت قلتي هي بالكلمات الشائعة؟ أيوة برافو عليك، سقفي له يا مرمر. تعالوا يا أولاد نشوف نكمل الحكاية مع بعض. في اليوم التالي بدأت أتعلم ركوب الدراجة بمساعدة يوسف. كل مرة كنت أسقط من فوق الدراجة كانت أمي تقول الصبر، فأنت تتعلمين، أنت تتعلمين. يبقى هنا الأم قالت إيه النصيحة اللي قالتها لبنتها؟ قالت لها تصبر يا نانا. تصبر. وبعد مرور شهرين أتقنت ركوب الدراجة، وعندما احتاجت أمي شيئا ذهبت أنا ويوسف معا إلى المتجر لنشتري لها كل ما تحتاج إليه. أنا برضه باخد أختي معايا يا نانا. برافو عليك يا عاطف. بلعب معاها. برافو يا عاطف. كنت سعيدة جدا لأنني أساعد أبي وأمي، ولكنني كنت أكثر سعادة لأنني اكتسبت مهارة جديدة. اتعلمت تركب الدراجة يعني؟ برافو. وفي يوم من الأيام دخلت المطبخ على أمي وجدي فسمعتهما يتحدثان عن أكلة ما، ولكن ما جذب انتباهي هو أنني سمعت جدي يقول هذه الأكلة جميلة جدا. الله يا نانا فكرتني بالأكل.
انا بحب الاكل قوي. انت على طول يا عاطف عايز تاكل كده؟ اه يا نانا انا بحب اكل. هنخلص وناكل يا عاطف. هتاكليني يا نانا؟ هاكلك يا عاطف. انا بحبك قوي يا نانا لوزه. وانا كمان وانا كمان بحبك قوي، ولكني لا اعرف كيف اطبخها، فقلت لجدي اذا كنت تريد ان تعرف شيئا فالحل هو ان نتعلمه. ونظرت اليه، هنشوف دلوقتي يا عاطف، هنروح دلوقتي نطبخ سوا. ونظرت اليه وقلت اذا هيا نتعلم يا جدي. هيا نتعلم يا جدي. يبقى مريم قالت ايه لجدها؟ هيا نتعلم يا جدي. برافو عليكم. حد يقدر يفكرني دلوقتي بالكلمات الشائعه اللي قابلتنا في القصه؟ قول بسرعه. قال وقالت و انا انا انا. برافو. لا مرمر بقى، سيب مرمر تجاوب. وامي وابي يا نانا. برافو عليك. بيقولها على طول. وانت كمان شاطره يا مرمر. معلش دلوقتي احنا خلصنا القصه بتاعتنا يا حلوين، حد يقول لي النصيحه اللي اكتسبناها النهارده؟ انا اقول يا نانا. اتفضل. ان احنا عشان نتعلم حاجه جديده ومهاره جديده لازم 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 نصبر. برافو علينا. يبقى الصبر بيوصلنا دايما للنجاح. انا دايما بسمع مامتي تقول الصبر مفتاح الفرج. برافو عليك يا حبيبي. شطور يا عاطف. شكرا يا نانا. النهارده انا خلصت الحكايه بتاعتي على قناتنا واو تيم. هاجيلكوا تاني وهحكيلكوا حكايات كتير. عاطف ومرمر هحكيلكوا كل يوم حكاية جديدة على قناة واو تيم. واو تيم واو تيم. استنوني. هتوحشيني قوي يا نانا. هستناكي. هستناكوا انا كمان كل يوم بتقعدوا تستنوني وتسمعوني. باي باي. باي باي.